الحلقة اللي فاتت أن رجلا يؤتى له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كل سجل مد البصر، ثم يقال إنك لا تظلم لك عندنا بطاقة، فيقول وما تصنع هذه البطاقة أمام 99 سجلا؟ فقيل إنك اليوم لا تظلم، توضع البطاقة في الكفة اليمنى وتوضع السيئات في الكفة اليسرى فتسقل البطاقة، لأن فيها اسم الله، لأن فيها اسم الله، ولا يثقل مع اسم الله شيء. حديث أخير في قضية الميزان، وأنا دايما أقول إن أنا ما أقولش الحديث ده إلا لما تصلي على النبي ثلاثة، اللي ما يصليش على النبي ثلاثة ما يسمعش معانا الليلة دي. صلي ثلاثة: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث رجل للحساب فتثقل موازين سيئاته فيؤمر به إلى النار، فلما أخذته ملائكة العذاب جعل يتلفت، ماشي واخد ملائكة العذاب رايح جهنم، وطول ما هو ماشي مع الملائكة عمال يبص وراه، فقال الله: ردوه. فردوه، فقال الله جل جلاله له: عبدي، هل لك حسنة عملتها لم تجدها هنا؟ قال: لا يا رب. فقال الله: عبدي، هل وجدت في صحفك ها هنا سيئة أثبتها عليك ملائكتي ولم تعملها؟ قال: لا يا رب. فقال الله: فلم تتلفت؟ فقال: ما كان هذا ظني فيك يا رب، ما كان هذا ظني فيك يا رب. فقال الله: خذوه إلى الجنة. قال له: يا رب، ما كانش ظني فيك انك هتعذبني ابدا، كان عشمي، كان ظني فيك انك هتسامحني، هتعديها لي دي. الله يقول: انا عند ظن عبدي بي. هذا الحديث فيه قمة الرجاء في وجه الله. ظنك في ربنا ايه؟ ازاي تقدر تحسن ظنك للدرجة دي وانت عندك سيئات وظنك فيه؟ انا بقف هنا واعجز عن التحليل، زي ما بعجز بقصة الصحابي اللي كان بيشرب الخمر فلعنه الصحابة وهو يجلد، قالوا: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، لعله يحب الله ورسوله. ياه، يحب الله ورسوله وبيؤتى به يجلد في شرب الخمر كتير. عشان كده بقول لكل عاصي ولكل مذنب ولكل خاطئ:
حب ربنا، حبه واحسن الظن بربنا، يمكن ده يكون نجاتك من الذنوب والمعاصي اللي انت فيها. ما تقولش خلاص انا بقيت وحش، لا لا لا، حتى وانت وحش حبه، حبه سبحانه وتعالى، واحسن الظن بيه وتضرع اليه وحاول تقرب منه، وهو ارحم من امك واكرم من الدنيا كلها سبحانه. مش لسه بقول لكم الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة إن احنا عرفنا ربنا بالإسلام، الحمد لله دي نعمة تانية في دين الإسلام.